طيب محتاجة ايه عشان ابقى رائد اعمال؟ محتاج اكون اولا واسع الحيلة، يعني محتاج يكون عندي ابقى ريسورسفل، عارفه اشوف، عارفه اخد موارد ما بين بقى ناس تساعدني، منتورز، ما بين اماكن الجأ لها تديني معرفه، تنمي المعرفه بتاعتي. رواد مطلع، ابقى مطلع. رواد الاعمال في المطلق يعني دلوقتي ممكن تلاقي منهم نوعين، في النوع الصغير شوية أو البروفايل بتاعت الناس الصغيرة شوية اللي هم مثلا في العشرينات أو أوائل العشرينات، وفي الناس اللي هي عندهم 10 و15 و20 سنة خبرة، وفي الحالتين كل واحد فيهم بيحتاج موارد مختلفة، بس اللي بيبقى مشترك ما بينهم هو شطارتهم في إيجاد الموارد. ياسمين يعني اتمنى ان احنا نكون ضفنا حاجه للناس اللي كانت عايزه تفهم الفرق ما بين الشركات الناشئه والشركات العاديه. نورتينا في المغامر، وان شاء الله دي مش اخر مره، احنا هنقعد مع بعض كتير. هنخرج فاصل ونرجع بقى نشوف مين المغامر.